أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا صدق الله.